سنة 1890 كان في دكتور قلب اسمه هينشن في شرق أوروبا. هينشن لاحظ ان قلب اللعيبة اللي بتتزلج عن الجليد رسم قلبهم مختلف تماما عن الناس العادية. مع تطور الموجات الصوتية لقى كمان ان اللعيبة ديت بيحصل لهم تغيرات في شكل القلب بتاعهم، تجويف القلب بيتسع وكمان سمك عضلة القلب بيزيد. ومن هنا جه مفهوم القلب الرياضي او ما يسمى متلازمة القلب الرياضي، اللي بقت عبارة عن تغيرات فسيولوجية بتحصل في اللعيبة اللي بتمارس رياضة احترافية عنيفة، وبالتالي بيحصل نوع من انواع التكيف ربنا سبحانه وتعالى خلقه في قلب الرياضي علشان يتحمل الجهد العالي. طبعا في تغيرات كتيرة قوي بتحصل في قلب الرياضيين وعلى جسمهم، سواء على المستوى العضلي او على مستوى الشرايين او على مستوى الاوردة، ولكن دي اهم ثلاث تغيرات يمكن لما هنفسرهم هشوفوا عظمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا التكيف اللي بيخلي اللاعب يوصل لأعلى قمة من المجهود من غير ما يحصل له أي مشكلة. لو بصينا لقينا أن ضربات قلبنا ورسم القلب بيتغير، بتلاقي ضربات القلب بتاعت الرياضي بتوصل لمعدلات بطيئة جدا قد تصل إلى 30 ضربة في الدقيقة. ده ليه؟ هذا التكيف ربنا سبحانه وتعالى جعله في الرياضي بحيث ان الرياضي على ما يوصل لاعلى قمة في المجهود بتاعه تلاقي ضربات قلب وصلت 90-100 بعد نص ساعة، بعد ساعة لربع من الماتش، وبالتالي احساسه بالتعب ما يبقاش زيه زي الناس العادية. سمك عضلة القلب بيبقى بزيادة علشان يدي عزم للضربة اللي بتضخ الدم للجهاز الحركي، وبالتالي يوصل لأطراف الجسم، وبالتالي ما يحصلش للاعيب ده كرامبات او اي مشاكل في الجهاز العضلي والحركي. تجويف القلب بيتسع علشان يستوعب اكبر كمية من الدم يقدر يضخها القلب لاطراف الجسم علشان برضو الجهاز الحركي يستفيد منها. تغيرات وتكيفات فسيولوجية بتخلي الرياضي يقدر يوصل لأعلى قمة من المجهود. الحاجة التانية اللي حابب أعرفها لكم إن دايما قلب الرياضي عشان يوصل ويبقى قلب رياضي بياخد فترة، يعني نقدر نقول عليها فترة إعداد وفترة تمرين من 3-6 شهور، بحيث إن الرياضي يبدأ يمارس الرياضة الاحترافية ساعتين في اليوم لمدة على الأقل من 5-6 أيام في الأسبوع. ولو الرياضي ده وقف الرياضة أو التمارين القلب يبدأ يرجع تاني كما لو كان عاديا، يعني قلب عادي جدا، من 3-6 شهور. الكلام عن القلب الرياضي ما بيخلصش، تابعوني في قلب الملعب على كورة بلس هتعرفوا كتير وهتسمعوا كتير عن قلب الرياضيين.